في تطور غير متوقع للأحداث، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية عن نيتهما إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر. ويمثل هذا التطور الرائد تحولاً كبيراً في ديناميكيات الشرق الأوسط، مما يشير إلى إعادة التنظيم محتملة للتحالفات والتحرك نحو تعاون إقليمي أكبر. وقد أرسلت التدريبات المخطط لها غير المسبوقة في تاريخ هاتين القوتين الإقليميتين موجات من الصدمة عبر المجتمع الدولي، مما أثار موجة من التحليلات والتكهنات حول دوافعها الكامنة وتداعياتها المحتملة. وقد قوبل الإعلان الذي صدر في البداية عن مسؤولين إيرانيين وأكدته السعودية في وقت لاحق بمزيج من المفاجأة والتفاؤل الحذر ودرجة من الشك. فعلى مدى عقود ظلت إيران والمملكة العربية السعودية عالقتين في تنافس مرير، غالباً ما يوصف بأنه حرب باردة في الشرق الأوسط. وقد امتد تنافسهما على جبهات متعددة، من صراعات بالوكالة في اليمن وسوريا إلى معركة شرسة من أجل النفوذ الديني والسياسي عبر العالم الإسلامي. لذا فإن احتمال قيام هذين الخصمين القديمين بالمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة يمثل خروجاً دراماتيكياً عن القاعدة، وهو يؤكد على مرونة التحالفات الجيوسياسية والطبيعة المتطورة باستمرار للعلاقات الدولية. وسيشكل البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي استراتيجياً يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، خلفية لهذه التدريبات التاريخية. ويؤكد اختيار الموقع على أهمية الحدث، مما يسلط الضوء على البعد البحري للتعاون الإيراني السعودي ومصلحتهما المشتركة في تأمين هذا الممر الملاحي الحاسم. ولا يمكن المبالغة في تقدير رمزية هذا المسعى المشترك، فهو يدل على ذوبان الجليد المحتمل في العلاقات بين دولتين، طالما نظرة إلى بعضهما البعض بعين الريبة والعداء. كما أنه يثير احتمالاً مثيراً لعصر جديد من الحوار والتعاون، وربما حتى شراكة استراتيجية ناشئة في قلب الشرق الأوسط. لفهم أهمية هذه التدريبات العسكرية المشتركة الوشيكة بشكل كامل، من الضروري الخوض في السياق التاريخي للخصومة الإيرانية السعودية. إن جذور هذا العداء عميقة ومتشابكاً مع الاختلافات الدينية والطموحات السياسية والصراع على الهيمنة الإقليمية. وبينما شهدت الدولتان فترات من الهدوء النسبي وحتى التعاون، إلا أن علاقتهما اتسمت في الغالب بانعدام الثقة والمنافسة والعداء الصريح. لقد شكلت الثورة الإيرانية عام 1979 نقطة تحول في العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية، فقد أرسل قيام جمهورية إسلامية في إيران مع تركيزها على تصدير الثورة وتحدي النظام الإقليمي القائم موجات صدمة في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها خادمة أقدس المواقع الإسلامية وحليفة قوية للولايات المتحدة، فقد رأت المملكة العربية السعودية في الثورة الإيرانية تهديداً مباشراً لمصالحها ورؤيتها للمنطقة. كما أدت الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات إلى تفاقم التوترات، فقد قدمت المملكة العربية السعودية خوفاً من انتشار النفوذ الإيراني دعماً مالياً ولوجستياً كبيراً للعراق بقيادة صدام حسين. وقد أدت الحرب، وهي صراع دموي وطويل أودي بحياة مئات الآلاف، إلى تعميق الانقسام بين إيران والمملكة العربية السعودية، تاركة إرثاً من الاستياء وانعدام الثقة. غالباً ما يتم تأطير التنافس بين إيران والمملكة العربية السعودية من منظور طائفي، حيث يضع الإسلام الشيعي الذي تمثله إيران في مواجهة الإسلام السني الذي تدعمه المملكة العربية السعودية. وفي حين أن الخلافات الدينية تلعب بلا شك دوراً في ذلك، فمن الضروري إدراك أن التنافس ليس مجرد نزاع لاهوتي، بل هو شبكة معقدة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. على الرغم من التاريخ الطويل من العداء، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً من ملحوظاً في الديناميكيات بين إيران والمملكة العربية السعودية.
فقد مهد ذوبان الجليد الدبلوماسي الذي بدأ في عام 2021 الطريق لاستئناف الحوار، وبلغ ذروته في الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه الصين في مارس 2022. وقد شكل هذا الاتفاق الذي تضمن التزامن باستعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات انفراجة كبيرة في الجهود المبذولة لتهدئة التوترات وتعزيز علاقة أكثر تعاوناً بين الخصمين الإقليميين. إن دور الصين كوسيط في هذا التقارب جدير بالملاحظة بشكل خاص، فبصفتها قوة عالمية صاعدة لها مصالح اقتصادية كبيرة في كل من إيران والمملكة العربية السعودية، سعت الصين إلى وضع نفسها كوسيط محايد قادر على سد الفجوات وتيسير الحوار في المنطقة. ويؤكد نجاح الصين في التوسط في هذا الاتفاق على نفوذها الدبلوماسي المتزايد وطموحها للعب دور أكثر استباقية في تشكيل النظام العالمي. إن أسباب ذوبان الجليد الدبلوماسي هذا متعددة الأوجه، فكل من إيران والمملكة العربية السعودية لديهما دوافعهما الداخلية والخارجية للسعي إلى التقارب. فبالنسبة لإيران المثقلة بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية، فإن إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية يوفر طريقة لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي، وربما الحصول على بعض الراحة من العقوبات. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ينبع قرار الانخراط مع إيران من الرغبة في تقليل مشاركتها في الصراعات الإقليمية المكلفة مثل الحرب في اليمن، والتركيز على أجندة الإصلاح المحلية الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق من اعتمادها المتزايد على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وهي حريصة على تنويع تحالفاتها وشراكاتها. إن اختيار البحر الأحمر كموقع لهذه التدريبات العسكرية المشتركة غير المسبوقة محفوف بأهمية جيوسياسية، فالبحر الأحمر الواقع على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا هو طريق بحري حيوي يسهل تدفق النفط والبضائع والأشخاص عبر العالم. وقد ازدادت أهميته الاستراتيجية في السنوات الأخيرة فقط مع صعود الصين والهند والاقتصادات الآسيوية الأخرى، مما جعله نقطة محورية لمنافسة القوى العظمى ونقطة ساخنة محتملة للصراع. كما أن البحر الأحمر موطن للعديد من الصراعات والتنافسات الإقليمية الجارية، فقد كان للحرب في اليمن التي دخلت الآن عامها التاسع تأثير مدمر على البلاد وامتدت إلى البحر الأحمر، مما هدد طرق الشحن وأثار مخاوف بشأن القرصنة والإرهاب. ويؤكد وجود القوات البحرية الدولية بما في ذلك قوات الولايات المتحدة وفرنسا والقوى الغربية الأخرى على المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر واحتمال التصعيد لكل من إيران والمملكة العربية السعودية اللتين لهما سواحل على طول البحر الأحمر، مصالحهما الاستراتيجية الخاصة في المنطقة. فإيران تنظر إلى البحر الأحمر على أنه بوابة إلى البحر الأبيض المتوسط وما وراءه، بينما تعتبره المملكة العربية السعودية ساحتها البحرية الخلفية وشرياناً حيوياً لصادراتها النفطية. لذلك يمكن اعتبار التدريبات العسكرية المشتركة وسيلة لكلا البلدين لإظهار قدراتهما البحرية وتعزيز إمكانية التشغيل المتبادل بينهما وتأكيد وجودهما في هذا الممر المائي المهم استراتيجياً. كما أن توقيت هذه التدريبات التي تأتي في وقت يشهد توترات متزايدة في المنطقة جدير بالملاحظة أيضاً، فقد ساهم التصعيد الأخير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب المستمرة في اليمن وانتشار الجماعات المسلحة في منطقة الساحل في خلق شعور بعدم الاستقرار وعدم اليقين في منطقة البحر الأحمر. ومن خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ترسل إيران والمملكة العربية السعودية رسالة حزم، مما يشير إلى نيتهما لعب دور أكثر فاعلية في تشكيل الديناميكيات الأمنية للبحر الأحمر وإظهار جبهة موحدة ضد التهديدات الخارجية.